الفيل كم وزنه الايام دي؟ Hey Siri, how many tons does an elephant weigh? اكبر فيل 11 طن واصغر فيل 5 طن. 10,000 طن يعني 1000 فيل. زي السلام عليكم. طيب شفنا الحديد، هنا الالومنيوم. اللحام الالومنيوم طبعا تقنيه جديده للمملكه. عملنا شراكه مع شركه فرنسا اسمها سيمن، كان جزء منه عمليه تدريب ونقل تقنيه. دربنا تقريبا 30 سعودي وديناهم فرنسا ورجعوا، الان هم اللي يقودون عمليه الصناعه هنا. كم جلستوا في فرنسا؟ جلست تقريبا شهر كامل، تدريب وشغل لحام وكل شيء. فرحنا هناك الحمد لله كسبنا خبرة، كسبنا جودة، واستفدنا منها ونبناها لأرض الواقع. بقى معانا الفايبر جلاس. كم نوع السفينة؟ كم منتج؟ فايبر جلاس 8 منتجات. طيب 8 فايبر جلاس. الحديد 10 منتجات. 8 زائد 10؟ 18. 18 زي زمان ولا زي غيروها؟ لا هي لسه 18 ما تغيرت. طيب 18. الألمنيوم تقريبا 4 منتجات. حلو، 18 و4 22 زي برضو. ف 22 نوع سفينة مختلفة. طيب ايش رايك تسوي شوية اكشن؟ في اكشن يستناك. يلا ايش هنا في؟ لا لا انا ما حركب ده ويطلع. لا 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 يا جماعة والله من جد ما يجوز هذا اللي صاير. حنمسك يد بعض ولا ايش حتسوي؟ امسكين على انا حطول كده اللي هو على مستوى الافقي، دائما يقول لك لا طول تحت. الحين شوف الامور. طيب يعني ممكن نتكلم سولف قول لي عشان نفيد المشاهدين. احنا فين رايحين؟ احنا الحين رايحين على السفينة اللي فوق المرفع. السطح هذا ينزل بالكامل في الماء، فهذا نفسه بينزل، انت اللي بتنزله. الله اكبر. يلا تجربة جديدة نضيفها الى قائمة التجارب الجديدة. احلى شعور لما انت تكون داعس على اليابسة. على مهلك. حبة حبة. يا سلام، ايش مسويين لنا هنا؟ حنشارك؟ احب اشارك انا. كل سفينة ترجع عندنا من العمل وصر لنا فرصة حط عليها ساودي ميد ان KSA. فاليوم انت تشرفنا ان شاء الله. يا سلام، لي الشرف. لي الشرف. اول شيء حنسوي النخلة. اللمسات النهائية final touches. يا اهلا وسهلا. سعودي ميد. فالجودة ايش؟ الجودة والاحسان بيدخل في التفاصيل. اعطيك مثال ممكن نشوفه عن قرب. تعال عن قرب. 3 ووتر جيتس او نفاثات، هذه اللي تقود عملية السفينة. لو تجي هنا وتشوف اللحام، اللحام حق القطعة دي بس القطعة دي الثلاثة بيجلس 40 يوم علشان يلحم، وبمعدلات دقة ملي، الملي ممكن يفرق، ممكن يحرك السفينة متر بعد كيلو تروح خلاص. جميل جدا لما نتكلم على موضوع مش بس صناعة، لازم يكون تفكيرنا صناعة بإحسان علشان يصير كلمة made in Saudi Arabia أو made in أي دولة عربية يكون لها وزن لها ثقل. فعندكم إيش؟ ايزو 9001، ايزو الصناعة، هذا صناعة، وايزو السلامة، وايزو environment. كل هذا ايزو؟ ادوني ايزو نعطيك.